أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. وفي محورنا الأول نناقش إعادة التأكيد على عمق التنسيق بكيل المالحي لمخرجات الاجتماع الموسع الذي ضم المسؤولين الروس والأتراك عن وزارتي الدفاع والخارجية إلى جانب المخابرات لبحث تداعيات الخروج الأمريكي من سوريا ومدى تأثيراته على خريطة السيطرة وكيفية توازع تلك المناطق. وليس هذا فحسب، وإنما كان الاجتماع للإعلان عن اختصار المسار السوري بما يتفق عليه الجانبان بالإضافة لإيران. ففي موسكو رسمت ملامح مرحلة جديدة في سوريا، فما هي خطوطها العريضة؟ وفي محورنا الثاني مشاهدينا نناقش حديث 4 مسؤولين أمريكيين عن مسودة مرفوعة من البنتاغون لترامب تصف سحب السلاح الأمريكي من قوات سوريا الديمقراطية بأنه حمق، ويضيف المسؤولون أن الأمر شبه مستحيل. تغيرت صورة رافضي قرار ترامب من الاستقالة والانتقاد إلى وضع الأفكار التي تجعل من الانسحاب بحد ذاته بلا فائدة للوريث الذي حدده ترامب، الأمر الذي يخالف التفاهمات بين أنقرة وواشنطن حول السلاح الذي تم توريده إلى سوريا طوال السنوات الأربع الماضية. نناقش مقترح الإبقاء على أسلحة واشنطن بيد قسادة، آثاره وتبعاته على وجه المنطقة التي لا تعرف ملامحها عقب تغريدات ترامب. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انتهى اجتماع روسي تركي جمع وزراء الخارجية والدفاع وقادة الاستخبارات للبلدين عقد في موسكو لبحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وفي مؤتمر صحفي قال وزيرا خارجية روسيا وتركيا إنه تم بحث قرار واشنطن المفاجئ وعدة ملفات أخرى. المزيد في هذا التقرير. إعادة ترسيخ للتفاهمات، جاءت اجتماعات مسؤولي المؤسسات السياسية والعسكرية والمخابراتية التركية الروسية فيما يتعلق بسوريا على ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا. اجتماع واسع الحضور ضيق الوقت أفضى لإعادة التأكيد عن متانة التفاهمات، اجتماع فتح الأبواب على مصراعيها في إطار التنسيق العسكري والأمني والسياسي في سوريا وضم منطقة جديدة غير إدلب إلى قائمة التفاهمات ألا وهي شرق الفرات، وجميعها تحت بند مكافحة كافة أشكال الإرهاب وتحت مظلة وحدة وسيادة سوريا على كامل أراضيها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفي مؤتمر صحفي وصف المباحثات بالمفيدة والإيجابية مع الأتراك، وقال إن الوفدين رغم تركيزهما على الانسحاب الأمريكي وتداعياته تطرقا إلى ملف اللاجئين السوريين وعودتهم لبلادهم واللجنة الدستورية السورية. من جهته وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إنه تم الاتفاق على آليات عملية لمكافحة الإرهاب بكامل الأراضي السورية، وكذلك تم البحث في اقتراح قديم وهو إنشاء منطقة عازلة في محافظة إدلب. وأضاف جاويش أوغلو أن التعاون الذي وصفه بالوثيق مع روسيا وإيران حول سوريا والقضايا الإقليمية سيستمر. إذن ما هذا اللقاء اليوم أمام مسؤولين آخرين لمواصلة التباحث للوصول إلى الصيغ النهائية للوضع في سوريا، صيغ قد تحتاج للقاء قريب أو مكالمة جديدة بين زعيمي البلدين لإدخال التفاهمات حيز التنفيذ. فعلى ماذا اتفقوا اليوم؟ ومن أي ملف سيبدأون؟ وكيف سينتهون؟ للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو السيد باكير أوتاجان المحلل السياسي، ومعنا من موسكو عبر سكايب السيد سامر الياس الصحفي المتخصص بالشأن الروسي. أرحب بكم ضيفي سوريا اليوم، وأبدأ معك سيد أوتاجان. يعني ربما الملف الأكثر جدة في الشأن السوري الآن هو موضوع الانسحاب الأمريكي، وذلك قبيل هذا الاجتماع الذي شهدناه اليوم في روسيا. هل تعتقد يعني أو تذهب مع باقي المحللين الذين يرون أن هذا الانسحاب الأمريكي سيفسح مجالا أكبر للمناورة لكل من روسيا وتركيا، وهل تتوقع أن هذه المناورات قد بحثت اليوم في موسكو؟ يعني أولا يجب أن نعرف جيدا هناك لا يوجد انسحاب، انسحاب تكتيكي أو
كلمة الانسحاب تكتيكي من طرف الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة غير ممكن أن تنسحب من الشرق الأوسط بما فيها سوريا والعراق، ولكن هذا الانسحاب سوف تكون تكتيكي. نعم، اليوم على سبيل المثال 50 جندي تركت إحدى القواعد الموجودة في شرق الفرات، نعم، المالكية، ومع 50 جندي أمريكي، ولكن هؤلاء انسحبوا إلى داخل الأراضي العراقية. هذا لا يعني بأن انسحاب تماما من سوريا، لأن القواعد الجديدة التي سوف تتمركز فيها الجيش الأمريكي سوف تكون على بعد ماكسيموم 100 كيلومتر من الحدود السورية العراقية، وهذا يعني 100 كيلومتر لا شيء. هذا ليس اسمه يعني بالشكل العادي انسحاب، ولكن هي تكتيكي. هو حتى ترامب قال أنهم من الممكن أن يكون لهم عمليات داخل سوريا انطلاقا من الأراضي العراقية، لكن هذا أيضا يعني يجعل هناك فراغ في شرق الفرات. ترامب نفسه قال أنا رجل طيب أردوغان من الممكن أن يكون هو رجل الأنسب ربما في قتال تنظيم الدولة في هذه المناطق. أعتقد هناك أيضا تكتيك، يعني ترامب عندما غرد في منتصف الليل هذه لم يدرك أحدا ما حصل ويحصل، وإنما جاءت الأوامر من بعض الدولة العميقة في الولايات المتحدة وغرد هذه التغريدة، ولكن إلى الآن غير معروف إلى أين سوف تذهب. إذن تعتقد أنه لم يعني ليس هنا لم تترك أمريكا هذا المتسع أبدا ولن تتركه ولن تتركه، لذلك هذه تكتيك سياسي عسكري بامتياز. يعني أقصد فيه هناك العلاقات في الفترة الأخيرة بين تركيا من طرف وروسيا من طرف وإيران من طرف آخر، وأيضا أهم شيء العلاقات الفرنسية الألمانية التركية تحسنت، فلعب اللعبة الكبيرة ترامب والدولة العميقة في الولايات المتحدة، وحاولت من هذا الانسحاب التكتيكي السياسي العسكري بأن تكون في الأيام القادمة مشكلة بين تركيا من طرف وروسيا من طرف آخر، وبين تركيا من طرف وفرنسا من طرف آخر، طبيعي فرنسا مع ألمانيا يجب أن لا ننسى، وثالثا أيضا ربما إذا استطاعت أن تكون هناك معركة، لأن في يعني أولا تنافس بين إيران وتركيا في الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا، ربما سوف تؤدي إلى نشوء حرب بينهما. لذلك هذا التكتيك بالنهاية النتيجة لصالح الولايات المتحدة وليست لصالح تركيا، والخاسر الوحيد في هذه الانسحاب ليست كما يدعى حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية، وإنما الشعب السوري بجميع مكوناته، لأن هو الذي يخسر، هو الذي يقتل، هو الذي سوف يشرد، هو الذي سوف يعني نعم، تنفذ المدنيون وحتى العسكريون في داخل بجميع مكوناته. نرى رأي السيد سامر الياس في الأمر، إلى أي مدى تعتقد سيد الياس أن ملف شرق الفرات هو الآن محل نقاش سواء في هذا الاجتماع الذي كان يعني وشارك فيه أيضا عسكريون وشارك فيه مسؤولون من المخابرات، إلى أي مدى من الممكن أن التفاصيل المتعلقة بشرق الفرات قد بحثت اليوم؟ يعني طبيعي أن الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات أو إعلان ترامب الانسحاب من شرق الفرات، أنا لا أدري يعني حقيقة إذا كانت دولة عميقة أو يعني أو شيء آخر أثر بقرار ترامب، ولكن هذا القرار فتح تنافسا كبيرا وفتح إمكانية للتنافس بين مختلف الأطراف لملء هذا الفراغ الأمريكي. هو يعني هذا بدرجة الأولى يخص تركيا التي كانت ترغب في عملية عسكرية واسعة في منبش، ولوحت أكثر من مرة بعملية عسكرية في شرق الفرات من أجل محاربة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة.
ولذلك تركيا الآن باتت يدها يعني غير مغلولة تجاه شرق الفرات في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية ونفذت انسحابها. واليوم سمعنا عن أول انسحاب من قاعدة المالكية، قاعدة أمريكية ولو كانت صغيرة، من 50 جندي أمريكي انسحبوا إلى العراق. من جانب آخر، هذا يعني الانسحاب أيضا فتح شهية النظام من أجل أخذ مزيد من الأراضي وعودتها إلى دمشق إلى حكومة النظام، وشجع الروس أيضا على مساعدة النظام من أجل عودة هذه الأراضي إليه. هو بطبيعة الحال أيضا فتح شهية إيران من أجل إحكام سيطرتها على منطقة الحدود وعدم إغلاق الممر. نعم، هي هذه العوامل سيد الياس هي التي من الممكن أن تدفع تركيا لمناقشة الأمر مع روسيا، يعني لأن تكون روسيا هي الفيصل أو تتم هناك بين البلدين مقايضة معينة حتى يصير الأمر كما يريد الأتراك أو كما يتخيلون ربما. نعم، روسيا مهتمة بشكل أساسي اليوم. أيضا الانسحاب الأمريكي ربما يؤدي إلى ضغوطات من قبل فرنسا وألمانيا والمجموعة الأوروبية من أجل ملء هذا الفراغ. لذلك روسيا أرادت اليوم بالتأكيد على أولا أن مجموعة ضامني أستانا هي مجموعة متماسكة ولا يمكن أن تتنافس فيما بينها، ويمكن حل الأمور فيما بينها بطريقة أو بأخرى على موضوع شرق الفرات. روسيا أيضا يعني كما درجت العادة في كل البيانات التي صاغتها مع تركيا أو مع إيران كانت تصر على أن تركيا تحترم وحدة وسيادة الأراضي السورية، بمعنى أن أي عملية عسكرية سوف تقوم فيها تركيا في الفترة القريبة المقبلة هي عملية أولا محدودة وهي مؤطرة بإطار زمني معين. طبيعي أن تركيا لها حساباتها في هذا الموضوع وروسيا لها حساباتها، ولكن نعم يعني أنا كنت أود أن يعني أفصل معك في هذه النقطة بالذات، وبما أنك جئت على ذكرها الآن، ماذا يعني أن تبحث هذه المسائل تحت مظلة مكافحة الإرهاب والتصنيفات الخاصة بالإرهاب هي ليست متشابهة بالنسبة للروس وبالنسبة لتركيا؟ يعني من تصنفهم تركيا إرهابيين بطبيعة الحال روسيا ليس لديها هذا التصنيف بشأنهم، وأيضا ما يتعلق بالعامل الآخر وهو وحدة وسيادة الأراضي السورية، وتركيا بشكل أو بآخر ترفض التعامل مع النظام. يعني هل هناك الآن تغير ربما في سياسة هاتين الدولتين تجاه الملف السوري، أو تنازلات في النظرة تجاه هذين العاملين؟ دعينا أولا نفصل أن تركيا تحترم وحدة وسيادة الأراضي السورية، وهذا موضوع غير قابل للنقاش، رغم أنها اليوم تسيطر يعني على عدد من المناطق عبر الفصائل العسكرية المدعومة لها، ولكنها لم تعلن يوما أن لها أطماعا في سوريا. الهدف التركي الأساسي هو محاربة ما تسميه التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات، وهو أسمى أهداف تركيا الآن بعد اقتراب الحل في سوريا السياسي بشكل كبير. هي تريد إعادة الأكراد إلى القوة التي كانوا عليها قبل عام 2011 أو ربما أقل من ذلك، ولذلك هي تبحث عن مخارج مع روسيا من أجل هذا الموضوع. وروسيا أيضا تتفق مع تركيا بأنها تريد إعادة أكبر قدر من الأراضي إلى سيطرة النظام، وأخذت تعهدا من تركيا بأنها مع وحدة وسلامة الأراضي السورية وليست مع تقسيم سوريا. هم متفقان على أن يعني النزعة الانفصالية، روسيا أعلنت أكثر من مرة أن الأكراد أصحاب مشروع انفصالي، ولذلك حملت على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تشجع هؤلاء الذين يريدون تقسيم سوريا، وتركيا أيضا تقول أنهم يحملون نزعة الانفصالية، وتخشى لاحقا في حال تشكيل أي فيدرالية أو انفصال أو كيان كردي في هذه المنطقة أن يؤثر على المناطق الجنوبية من تركيا، حيث 19 ولاية هي فيها. سأعود إليك سيد الياس. سيد أوتجان، ماذا عن الاتفاقيات الخاصة في منبج؟ كيف يمكن أن نقرأ الدور الروسي فيها، لا سيما بعد دعاية النظام بأنه دخل منبج أمس والحشود العسكرية التركية على أطراف منبج، وأيضا التسريبات التي تحدثت عن إمكانية دخول الجيش التركي بضعة كيلومترات ودخول النظام من الطرف الآخر بضعة كيلومترات، إلى أي مدى تشكل روسيا ضامناً أو طرفاً في هذا الاتفاق؟ يعني هناك ضمنياً اتفاقات روسية تركية بالنسبة للملف السوري بشكل عام، يعني ربما هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن هناك اتفاق أيضاً في بعض القرارات التي تؤخذ، وخاصة بالنسبة لوحدة
الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية، يعني هذه مهمة الدولتين تتفقان عليها. وبنفس الوقت علما بأن هناك اختلاف جذري في مكافحة الإرهاب التي تسعى إليها الدولتين أو تتفق فيهما، ولكن هذا ما تحدثت عنه منذ قليل، يعني حتى نعم يعني من تراه شرق الفرات قوات سوريا الديمقراطية التي تصنفها تركيا على أنها إرهابية، روسيا لا تحمل نفسها. نعم، ولكن على سبيل المثال تركيا تصنف النصرة إرهابية وداعش إرهابية، هناك اتفاق أيضا. ولكن أيضا على سبيل المثال تركيا بالنسبة للجيش الوطني أو الجيش الحر تجدها بأنها هي مشروعة ولها الحق في يعني التي تقود الثورة السورية من أجل الحرية والكرامة، بالمقابل روسيا تقول هذه إرهابية، بالمقابل تركيا تقول نظام الأسد قاتل وإرهابي. هناك طبيعي تغيرات في وجهات النظر، ولكن أيضا في الدولتين تحتاج لبعضهما البعض خاصة في الملف السوري، علما بأن روسيا هي سوف تحتضن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية في الأشهر القادمة. يعني احتضان حزب الاتحاد الديمقراطي تتغير من حضن الولايات المتحدة إلى حضن روسيا في الأيام القادمة، لأن روسيا هي التي تسعى إلى حماية الحقوق أو الطلبات التي تطلبها حزب الاتحاد الديمقراطي، إن كانت من النظام أو بوساطة أمريكية روسية. ولكن مع كل هذا تركيا بالنسبة لمنبج سألتيني سؤال، لابد على تركيا والجيش الحر والجيش التركي لابد أن تدخل إلى منبج، ولابد أن تدخل إلى شرق الفرات. ولكن هذه المساحة التي سوف تدخلها الأيام القادمة العلاقات والاتفاقات هي التي سوف تقرر مدى حجمها. ربما تكون على سبيل المثال نصف منبج وحوالي 50 كيلومتر عمقا من الحدود السورية التركية بالنسبة لشرق الفرات، تدخل الجيش السوري مع الوطني الحر مع الجيش التركي. ولكن هذا لا يعني بأن تركيا سوف تدخل إلى شرق الفرات كاملة أو إلى منبج كاملة، ولكن نقطة هامة جدا، هل تدخل الجيش الحر مع الجيش التركي إلى منبج؟ نعم 100%. هل تدخل الجيش الحر مع الجيش التركي إلى شرق الفرات؟ 100% نعم سوف تدخل، ولكن هذه بعد المشاورات التي تحصل في الأيام القادمة مع الولايات المتحدة أيضا، لأن 8 الشهر القادم هناك اجتماع بين وزير الخارجية التركي. إذن الاتفاقات معقدة ويجب أن يكون لأمريكا نعم، ولكن مصلحة الولايات المتحدة أيضا سوف تسمح لتركيا بأن تدخل ولو بضعة كيلومترات لكي تسيطر على وتحارب الإرهاب المتمثلة في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية. سيد الياس، أريد أن أنتقل إلى نقطة متعلقة بإدلب. تم الحديث اليوم عن أنه يمكن أن يكون هناك منطقة عازلة في إدلب، ما المقصود بالمنطقة العازلة مع وجود نقاط المراقبة ومع الوجود الاتفاق الذي قد طبق أصلا، يعني الذي قد جرى بين الطرفين وطبق أصلا في إدلب؟ يعني لو سمحتي لي بس بعجالة أن أعلق على أستاذنا بكر بنقطتين. أنا لا أعتقد أن موسكو يمكن أن تنتقل إلى احتضان الأكراد في الفترة القريبة المقبلة، يعني السنوات القليلة الماضية أثبتت أن روسيا تتعامل مع الملف الكردي ومع الأكراد كورقة من أوراق اللعب في سوريا، وليست هناك أي تحالف استراتيجي يمكن أن يكون بين الأكراد وبين روسيا. والآن الدور الروسي ربما يكون مقتصرا على محاولة إعادة الأكراد كما حاولت إعادة معظم الشعب السوري إلى كنف هذا النظام، يعني طائعين تحت ظل هذا النظام. هذا ما تسعى له روسيا في ملف الأكراد، وهو لا يختلف عما سعت إليه عندما دمرت غوطة دمشق وعندما قامت بحربها في الغوطة وفي درعا وفي شرق القلمون وفي كل المناطق السورية. بالنسبة لموضوع إدلب، كان يعني لافت اليوم أن اتفاق إدلب بعد يومين يجب أن ينتهي بتنفيذ الشق الثالث من هذا الاتفاق، وهو فتح الطريقين الدوليين بين حلب
واللاذقية وحلب وإدلب، ولكن هذا لم يتم حتى الآن. ومن ضمن الاتفاقات التي وقعت في 17 أيلول سبتمبر الماضي أيضا إنهاء موضوع جبهة النصرة. يعني أميل إلى أن الجانبين يرغبان في إعطاء فرصة أكبر بالنسبة لموضوع إدلب، هم يتفهمان هذا الموضوع. هناك تفاهمات معينة ربما باتت جاهزة بين روسيا وتركيا حول التعامل في موضوع إدلب، ولكن لا يريدون إظهار هذا الموضوع على الإعلام بشكل كبير. موضوع إدلب تم يعني لم يتم تجاوزه، ولكن تم بحثه خاصة وجود رؤساء الاستخبارات ووزارة الدفاع ووزارة وزراء الخارجية اليوم، ولكن أخذ منحا آخر. أعتقد أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تمديدا لاتفاق إدلب بين الطرفين، نظرا لأن روسيا تعرف التعقيدات الموجودة، ونظرا إلى أنهما يحاولان إيجاد اتفاق فيما يخص جبهة النصرة ووجود جبهة النصرة بشقين. الشق الأول له علاقة بالمحاربين أو المقاتلين الذين وردوا إلى سوريا الأجانب، وهؤلاء يتم التعامل معهم عن طريق الاستخبارات أو عن طريق تصفيتهم بشكل أو بآخر بشكل يومي عبر عمليات عادية أو عبر قصف ربما يكون تركي إيراني روسي لهذه المواقع. وشق آخر متعلق بعناصر جبهة النصرة من السوريين وكيفية استيعابهم ضمن تشكيلات جديدة في حال البدء بإعادة إصلاح المؤسسات الأمنية. سؤال أخير لك سيد الياس وبعجالة لو سمحت، إدخال إيران إلى سياق التفاهمات بينما لم تكن هي موجودة في اتفاقات أخرى مثل الاتفاق الخاص بإدلب، لماذا برأيك عودتها بهذا الشكل، ويعني حتى كانت موجودة في تصريحات المسؤولين الأتراك والروس اليوم؟ طبيعي أن إيران كانت موجودة في هذه التصريحات. روسيا تريد إعطاء رسالة قوية لفرنسا وألمانيا ولأي طرف يريد التدخل في الموضوع السوري مستقبلا بأن ضامني أستانا لم يتأثروا بالانسحاب الأمريكي من شرق الفرات وأنهم باقون على موقفهم بشكل متلاحم. بالمناسبة يعني هذا يفتح المجال أمام قمة ثلاثية بين الأطراف وربما قمة رباعية لاحقا مع فرنسا وألمانيا. أشكرك. القول أنهم متلاحمون ومتماسكون في موقفهم. أشكرك شكرا جزيلا سامر الياس الصحفي المتخصص بشأن الروسي، كنت ضيفي عبر سكايب من موسكو. السيد باكير وتجانب المحلل السياسي باقي معي لنهاية سوريا اليوم. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة المحور الثاني، فابقوا معنا.